بمشاركة من سلطنة عمان. عقدت أعمال الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث ناقش الاجتماع التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية في المجال الصحي. تم التأكيد على أهمية دعم هذا المجلس والذي يعنى بتدريب العاملين في القطاع الصحي في وطننا العربي وتحسين النظم الصحية. هناك مواضيع عدة أيضا كاتفاق بين الدول العربية على تسجيل الطعوم أو اللقاحات سواء الحالية أو المستجدة، وأيضا هناك مقترحات من عدة دول حول توحيد الجهود فيما يتعلق بالأعمال المخبرية والبحوث الصحية على مستوى العالم العربي. ناقش الاجتماع أيضا توحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية وتوحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات. إن الجهود المبذولة في سبيل ضمان توفير اللقاح وتوزيعه بشكل عادل كلل بنجاح معتبر، ويجب العمل دون هوادة على تعزيزه ودعمه ماديا وبشريا. كما تم بحث مساهمات الصندوق العربي للتنمية الصحية لدعم الدول العربية التي تواجه الأزمات والكوارث الصحية. نأمل من مجلسكم الكريم النظر في إمكانية إنشاء الوكالة العربية للدواء التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية لتمكين الدول من شراء الإمدادات بأسعار مناسبة ودعم الصناعات الدوائية العربية وتحقيق التكامل العربي في هذا الشأن. كما ناقش الاجتماع جائزة الطبيب العربي لعام 2022. لا تزال مواجهات جائحة كورونا أولويات قصوى أمام النظام الصحي العربي باعتباره تحديا له أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. من جامعة الدول العربية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان.